اديني عربية دي ثانية لو سمحت. انا عارف مش هتكفي الراجل تلاقيه جاي ومعاه شنط كتير. بص امسك خد دول هات لي كمان عربيتين. ها الراجل بقاله 20 سنة برا مصر، ما نزلش مصر ولا مرة واحدة. 20 سنة في إيطاليا زمانه جاي محمل شنط. ايه مش دي طيارة إيطاليا اللي نزلت؟ أي أنا مش قادر أتملك أعصابي. عدول راجع بعد 20 سنة راجع مصر. أيام بتجري بسرعة. أنا بنفسي اللي وصلته المطار من 20 سنة، أنا اللي جاي أجيبه. لسه فاكر يوم وصلته المطار بنفسه هو ماسك فيا ويقول لي ما تسيبنيش يا نجاتي، أرجوك يا نجاتي، ويعيط يعيط. قلت له اسمع اركب عادل، اركب الطيارة ولا يهمك، كلها يومين وأحصلك. 20 سنة فاتوا هوا. وما سافرتش ليه يا أخي تحصله؟ كنت بحوش تمن التذكرة، كل ما احوشها الدولار يغلى. أستاذ نجاتي ممكن أطلب منك طلب؟ أمر. أنت بقالك ساعة ما بطلتش كلام، ممكن بقى تسكت شوية عشان خاطر ربنا؟ أنت لحد دلوقتي حكيت لي الحكاية دي فوق 30 مرة. أنا آسف أوي، معلش أعصابي تعبانة، مش عارف لما أشوفه هعمل إيه. أنا خايف ما يعرفنيش، أنا سكت غير كده خالص، لا شعر ولا شنب ولا زلط. عادل امسك امسك عادل حبيبي عادل. مين عادل ده؟ ده كابتن الطيارة يا مجنون انت. اصله لابس كحلي وعادل غاوي يلبس كحلي. وعامل صاحبك الروح بالروح وفلق دماغ من الصبح وما انتش عارفه. انا قلت يمكن عامل نيو لوك ولا حاجة. يا رب قوينا على المقابلة دي وقويه هو كمان. عادل لا 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 مش مصدق عليا مش مصدق عليا. عادل ازيك يا نجاتي؟ ايه يا نجاتي في ايه؟ الغربة وحشة قوي. غربة ايه يا نجاتي؟ ما انا على طول بكلمك في التليفون. ايه المقابلة دي يا راجل؟ وانا كنت بايت في عضمك امبارح. بطل الكلام الفاضي ده يا نجاتي، ما هو ده اللي مضيعنا. دموع في فراق ودموع في لقى. انا جايب لك العربيات عشان تحط فيها الشنط. فين الشنط؟ انتوا ايه حكايتكم في مصر مع الشنط؟ انا ما جبتش معايا شنط. ما جبتش يعني ايه؟ زي ما انت شايف كده مش جاي. تسألني في التليفون عن مأساتي ومأساة المدام والعيال. ده انا جايب المترو قاعد طول الليلة اقيس في البيت. بيت ايه؟ قاعد اقيس في العمارة كلها. انا كنت عاوز ادرس احجام الناس في مصر، يمكن الواحد يفتح مصنع ملابس ولا حاجة. يعني جاي كده فنجر فنجر من اولها ايد ورا وايد قدام. هي المحطة هنا تبقى فين؟ محطة ايه؟ محطة الاوتوبيس. اوتوبيس؟ اصل شوف بقى يا ابو النوك، انا راجع من ايطاليا شبعان ركوب عربيات، اشي مرسيدس على فيراري جميع الانواع والماركات. يعني جاي جعان اوتوبيسات؟ فاضل يا سيدي قدامك اهو. انا لسه جاي فيه بس ما كنتش متوقع اني ارجع فيه. يا حلاوته يا جماله. بس بقول لك ايه، لما نركب الاوتوبيس التذكره على حسابي، انا اللي هدفع لك تذكرتك. ده كلام يا عادل بيه، انت جاي تشتمنا؟ لا خلاص مش هركب معاك. خلاص يا سيدي انت اللي هتدفع، اتفضل. ايوه كده ورايا. يعني فييس قوي يا عم بلانيلة. يا سلام يا نجاتي، وانا في ايطاليا كنت بحلم باللحظه دي. استنى قول يا نجاتي، عاوزين ننزل هنا وقف في ايه؟ يلا بس يلا.
ايه ده بس؟ قولي مبروك. مبروك. تفضل. سلام عليك. اركب يا نجاتي خلاص، العربية دي بقت ملكي. افهم بس انت اشتريت العربية القديمة دي ليه؟ اركب بس يا نجاتي الاول، اركب. شوف يا نجاتي، الانسان في الدنيا دي يا شاري يا بايع، المهم تعرف تشتري امتى وتبيع امتى. انت مثلا يا نجاتي جاي من صباحية ربنا واقف لي قدام المطار على رجليك، وأول ما شفتني خارج من المطار هب خدتني في حضنك وهات يا عياط. ليه؟ لأنك عاوزني أشغلك معايا في أي مشروع أعمله، يعني ليك مصلحة. والله يا عادل بيه أبدا، أنا شخصيا جاي أستناك وأرحب بيك وأشوف أنت جايب لي إيه معاك من بره. اسمع بس الكلام، خلينا واضحين مع بعض. أنت بتعرض نفسك عليا وأنا خلاص اشتريت، انا عينتك عندي. مبروك. ندخل بقى انا كلنا لقمه، انت على لحم بطنك من الصبح. والله ايه مالول زوم يا عادل بيه. ازاي بس يا راجل؟ بس اسمع، انا اللي عازم تطلع فلوس من جيبك والحركات البلدي دي مش هحط لقمه فوقي. طول ما انت معايا يا نجاتي ما تحطش ايدك في جيبك. اتفضل. انسى، انا عارف جايبك فين يا نجاتي. شوف المطعم الفاضي ده اللي مش عاجبك دلوقتي يقدرنا صوابعهم العشرة شمع يا نجاتي. مين دول اللي هيدوا صوابعهم العشرة؟ هو في حد من اساسه؟ طبق زي باشا البهوات يا غربي، اشرقت الانوار يا باشا. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. المنيو لو سمحت. المنيو. اتفضل يا باشا. المنيو يا باشا. مطعم الشفا بالهنا والشفا. الله الله، عندهم حاجات جميله جدا. ايه رايك بيكاتا بالشامبينيون؟ للاسف يا باشا مش موجوده باشا، اصل ده المنيو القديم. اه مالها المكرونه نجريسكو؟ اوكي اوكي، ما بنعملهاش يا باشا. طيب كوردون بلو؟ للاسف يا باشا كنا بنعملها زمان وبطلناها. امال نطلب ايه يا باشا؟ سعادتك اللي تختار، المثل بيقول كل اللي يعجبك. ايوه بس انا مش لاقي حاجة أطلبها. طب إيه رأي سعادتك بقى أشوي لسعادتك شوية لحمة على الفحم يعجبوا سعادتك؟ آه وماله برضه ما يجراش. بتلو اللي تقبر بيه يا باشا. اتنين يا باشا؟ لا واحد بس. أمورنا يا باشا. الله، أنت إيه مش هتاكل؟ لا هاكل طبعا. طب وأنا؟ لا ما أنا هأكلك بس أصبر على رزقك بعدين. نجاتي قول لي يا نجاتي، أنت ايه رايك في المطعم ده؟ كويس. لا نجاتي انا مش عاوزك تجامل، قول الحقيقه. مقبض مش كده؟ ده معفن وديكوراته خنيقه. ده زباله. شامم ريحه اللحم اللي بيشوها. مش دي السحابه السوداء؟ مظبوط. يبقى كل المعلومات اللي انا جمعتها عن المطعم ده مظبوطه. انت عارف المطعم ده صح؟ طبعا. امال انت كنت فاكرني بعمل ايه في ايطاليا؟ رايح سياحه؟ انا بقالي 5 سنين بجمع معلومات عن المطعم ده والحمد لله طلعت كلها مظبوطه. طب ليه كده؟ شوف يا نجاتي، في معلومه مهمه جدا عاوز اعلمها لك. اشتري الواقع. انت احيانا ممكن تشتري خرابه تكسب فيها اكتر من قصر. ده مبدئي انا اساسا من زمان قوي. لو شفت مراتي مدام لوتس
صفقة مضمونة 100%، مفيش حد يبص لها أبدا. سلطات بهوات، سلطة الطحينة. طحينة؟ نجاتي، أنا معلوماتي إني قبل ما أسافر كانت الطحينة بيش، أنتوا غيرتوا لون الطحينة؟ إطلاقا، بس طبق الطحينة اللي في إيدك ده موجود من قبل ما تسافر. وإيه ده؟ بابا غنوج؟ ده أسود. معمول بالطريقة الصومالي. اللحمة يا بهوات. ايه ده؟ ايه الدخان اللي طالع من الكفتة ده؟ لازم بيرشوا الناموس اللي طالع من الكفتة. أنا عاوز صاحب المحل. هات صاحب المحل. اوعى! أنا هتحفظ على الأكل ده لغاية ما تجيب لي صاحب المحل أو هبلغ فيكم البوليس والنيابة. بيه بس يا بيه بس يا بيه كده. أنت عاوز تشتري المطعم ده، بقت واضحة أوي. برافو عليك، فهمتني، مخك بدا يشتغل يا نجاتي. اظن هتقولي بقى حط ايدك على بطنك وصرخ وصوت وقول اي المغص في بطني. عبقري. وهتقولي بقى صوتون انا اتسممت من اكل. جبار يا نجاتي. اوكي انا موافق وانا بشكرك من كل قلبي. يبقى احنا شركة. ايوه نعم يا اخويا. ايوه شركة في المطعم ده. نجاتي انت اتجننت؟ ما هو يا نبقى شركة يا ما اقول ان اكل المطعم ده احسن اكل في البلد كلها وابوظ لك البيعه. وانا مش محتاجك في حاجه. انا اللي ممكن بطني توجعني وابقى اتسممت. في واحد جاله تسمم جاي يشتري مطعم، هتتناقش معاهم ازاي؟ هتتفاهم معاهم ازاي؟ صح عندك حق. سلام عليكم. استنى استنى بس استنى يا نجاتي، رايح فين؟ انا موافق انك تبقى شريكي. هديك 5%. لا 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 5%. سلام عليكم. استنى بس يا نجاتي، هخليهم لك 6%. هكذا كده معقول؟ بس مش هبقى شريك في المطعم، بس شريك معاك في الإدارة. تتغيرت يا نجاتي، بقيت مادي. اللي هو أنا. طلع ورقة وقلم واكتب الكلام ده. ترى ايه مالكوا؟ في ايه؟ في ايه؟ في حالة تسمم في المطعم. تسمم؟ اطلب الاسعاف يا ابني. لا، قبل الاسعاف نطلب البوليس. اسعاف كبير، اسعاف كبير ملوش لازمة، انا مش ناقص بهدلة. يعني تفتحوا مطاعم وتموتوا الناس؟ حرام عليك، ده انا مغترب بقالي 20 سنة. جاي اشوف اخويا حبيبي. الاقيه بالشكل ده اروح مني في شربة مية في طيس. يا سعاده الباشا، انا مستعد، انا مستعد لاي طرديه. لا مفيش طرديه، الاول في نيابه، في سجن. اعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه. عايز تقفله اقفله. انا كان مالي ومال الهم ده. انا اساسا ماليش في شغله المطاعم. طب ما دام مالكش في شغله المطاعم يا اخي ما تبيعه. حاضر حبيبي. طالب فيه كام؟ 500,000. يا مطعم في حاله تسمم ده، لو الكلام ده حصل في اوروبا صاحب المطعم يدفع تعويض بالملايين. ما انا عرضه للبيع اهو. ايوه تراخيصه جاهزه؟ لا مش جاهز كمان، ده فيها على الاقل 7 سنين سجن. اللي تشوفه اعمله. شوف، انا هشتري المطعم ده بملاويه، بالكراسي المكسره، بالمطبخ المعفن، بالجثه المسممه دي، وهدفع 200,000 جنيه. كام؟ شوف، هم 250,000 جنيه، مش هدفع مليم زياده. ايدك على عقد بتاع المطعم. Thank you.
أهم حاجة عندي في شغل السياحة وشغل المطاعم بالذات don't say no. كل شيء لازم يبقى موجود شيء كله. يعني الزبون لو طلب لبن العصفور نجيب له لبن العصفور. ده العصفور يا دوبك بيزقزق شوية عشان يسخن ويطير. ده كلام الناس الجهل. لكن لو الزبون طلب لبن العصفور نجيب العصفور نحلبه نسخن اللبن ونقدمه للزبون. سيبك من التسخين، هنحلب العصفور ازاي؟ اتصرف يا نجاتي. لو جالك زبون الساعة 4 الصبح وطلب كوز ذرة مشوي، طبق بديلة، عصير لبن، هدهد مقلي، لازم تتصرف يا نجاتي وتجيبهوله. هنجيب الحاجات دي كلها منين يا باشا؟ أنا هتصرف، كل شيء هيبقى موجود. أنا مش هفتح المطعم ده وفيه أشياء ناقصة. برافو عليك. ما عشان نفتح لازم الأوراق عشان التراخيص. الورق والتراخيص دي حاجات بسيطة، ما دام ماشيين في السليم وكل شيء مظبوط، التراخيص دي مش هتاخد مني سويعات. المهم نجيب شيف كويس. شبيك لبيك، شيفك بين إيديك. اتشيفت إمتى؟ ده عمر طويل يا عدولة. تصل بقالك كتير بره مصر. أنا ليا نفس في الأكل يعد من الأنفاس المعدودة في عالم الطبيخ. أنا تحايلوا علي أكتر من مرة عشان أعمل طبق اليوم بدل الأخ الزميل حسين الإمام وبدل الشيف أسامة وبدل منى عامر. رفضت. أنا مرتبي لا يذكر 7000 جنيه في الشهر. طبعاً يا عادل بيه، الشيف نجاتي ده أستاذ. على فكرة أنا أعمل أي أكلة في الدنيا، صيني، مكسيكي، هندي، عثماني، تركي، جميع أنواع الأكل. أنا ليها طبق في السوق باسمي، أكلة معروفة. إن شاء الله أدواك صينية نجاتي بالكرنج شنطين هتدعيلي. نجاتي الشيف؟ يا محاسن الصدف. لا بس أنا لازم يبقى معايا 5 مساعدين. 5؟ واحد مساعد ياباني ومساعد هندي ومساعد صيني معقولة يا نجاتي؟ 5 مساعدين وشيف؟ أمال أنت هتشيف إيه؟ لا أنا دوبك أدوق الأكل وأقول رأيي، بس في الشرقي أنصحك بالشيف متولي. مين الشيف متولي؟ متولي عدول اللي كان معانا في عابدين، القلة قوي ده. بس دلوقتي فين بقى ما شاء الله؟ دلوقتي شيف كبير قوي في أكبر الأوتيلات، في جراند بالاس أوتيل 7 سيزونز. الأوتيل ده في مصر؟ أيوة، وبيشتغل 3 ساعات في اليوم، بس إيه بقى؟ برنس، ومن 5 الصبح لحد 8 الصبح بس، وبارك الله فيما رزق. قلت إيه؟ مطعم إيه بس يا عم نجاتي؟ افتكرنا بس، أوعى اللي هو ما هتشوفوا دول دي ما تطرشي؟ فهمني الأول، أنا مش فاهم منك حاجة. أنت واكل 6 رغيفة و3 فول لحد دلوقتي. 6 رغيفة ايه و3 فول ايه يا حقير يا واطي؟ أنا جايب لك ليلة القدر، بفتح لك ليلة القدر يا عبيط. ايه ده؟ محل كشري ده ولا ايه؟ كشري؟ أنت فاكر عاد النور اللي كان ساكن فوق محل عصير القصب في الشارع اللي ورانا؟ ماله ده؟ ده بقى يا سيدي سافر إيطاليا قعد 20 سنة هناك، ورجع بقى ما شاء الله معاه شوية فلوس وفتح مطعم بيوضبه وطالب شيف في المطعم. أنا بقى بمخي رشحتك أنت تبقى الشيف بتاع المطعم ده، رشحتك يا معفن عشان تيجي تشتغل في المطعم ده. وده هيدفع كام إن شاء الله؟ والله أنا قلت له يعني الراجل بياخد 3000 جنيه بالعافية في السنة؟ سنة إيه؟ في الشهر يا عبيط. طب أنا ماليش غير في الفول والطعمية، شوية عدس، شوية قدرة بليلة. يا ابني تتعلم، كل الأصناف دي مطلوبة في مطعم شيتوتو. وأنا عم نجاتي، حاسب يا عم أنت وهو، وأنا عم نجاتي، مش هتاخدني معاك؟ عليا النعمة، أنا أجدع واحد يقشر بصل في المنطقة كلها. طبعًا يا توم، هو في مطعم من غير بصل وتوم؟ طب هتدفعولي كام؟ أنا باخد هنا في الاستباحة 3.5 جنيه، أقل من كده مش هاخد. أنا بقول لك أهو من دلوقتي عشان تكون عامل حسابك. يا متخلف، ده مطعم مش مطعم فول، مطعم 7 نجوم. طب ما ناخد دلوقتي سوكا معانا بتاع حمص الشام، هي سبوبه وتكسب فيه ثواب. او ماله، ياكل لقمه تعيش معانا. بس بقول لك ايه، ال 2000 جنيه اللي انت هتقبضهم دول ايه؟ انت قايل لي 3. ايوه، ما هو فيهم باكو. اشراف يعني.
عدولة ولا عادل بيه عادل بيه عادل بيه انا كده في ايه عدولة حبيبي قطعت كده السنين دي كلها عادل بيه انا لما نجاتي قال لي سبت العربيه وسبت اللوكاندا اللي كنت شغال فيها وجيت لك جاري يا سلام احنا نطول في ديك الساعه نشتغل عندك خدامين يا عادل باشا متولي ده متولي القزعه على قد كده عملت ايه بقيت الاصطاد جاهز يا فندم اجمع كله اجمع كله صفح صفح كله يلا بسرعه متولي على سميع الشهير بيشيف بصره ودول طاقم المطبخ بتوعي تامر توما تخصص تقليه مرسل ممطون تخصص تقطيع ولزوم ممطون عنده انيميا وده بقى زنجر واخد بال حضرتك دول بقيه الاستاف بقى وده ابراهيم ده كده ده من احسن 3 مترات في مركز الصف صف هو الصف بقى اتخرج مترات ايوه يا فندم وده بقى الدكتور دكتور في ايه لا ولا دكتور ولا حاجه هو بس مثقف شويه خريج كليه الاداب قسم فلسفه وقرفنا في عيشتنا وثقافته بتنقح عليه ودايما يهزقنا طب وجايبه ليه يا نجات وجهه يا باشا في زبون يحب النقعد وانت بقى ما شاء الله كده جايبهم لي كلهم خناشير رجاله احنا هنا في المطعم محتاجين جنس ناعم بنات هيئتهم جميله يعرفوا لغات علشان منظر المطعم يبقى قبه خلاص نعمل اعلان ايه بقى اعمل اعلان على النت شوفوا يا جماعه مستر نجاتي هيقول لكم على ميعاد التدريبات وخليهم ياخدوا مع اساتذه دي فوضى بقى انا كنت بتغرب السنين دي كلها علشان ارجع الاقي الفوضى دي ده رستوران محترم لازم حياتنا كلها تبقى اخطاء ما دام بنعتمد على الفهلوه طبعا ما انت سايب الاشراف على صاله المطعم وغارز نفسك في المطبخ مش في شيف جوه مسؤول معلش يا عادل بي انا اصلي بعمل حاجه تري سبيسيال ان غون تو اون محدش يعملها لنا انا اصلي راشق في اكله مكسيكي مع طبق نرويجي في نفس الوقت يا عيني ده المكسيكي وده لا ده شوف انت دوق بقى شوف فين المكسيكي والنرويجي دوق ايه ده دي التجربه الدنماركيه لا بقى انا بعت لك علشان التجربه الايطاليه مال في زبون امبارح اشتكى من الكانيلوني حسام عادل بيه صحيح انا كبير المترو ديتيلات بس مش ده كده بس هو الكفايه انا شريك زي زيك صحيح نسبتي اقل بس انا اللي شايل المطعم ده على دماغي انا اللي كنست التراب وهديت كل ده وعامله على دماغي بعدين الزبون اللي اشتكى لك ده يا استاذ كل الاكل كله مسح الطبق لحظ الطبق خلاه زي المرايه مظبوط كده ياكل وينبسط وبعدين يشتكي نجاتي انت عارف يا نجاتي في مبدا مهم جدا الزبون دايما على حق يا سياده المدير في واحد بره عاوز يبارك لك بس عاوز خصم 50% بمناسبه ايه بقى ان شاء الله بيقول انه مرشد سياحي ان شاء الله يكون مرشد في البوليس حتى انا مبدا الخصم ده ارفضه نهائيا اوكي اروح اقول له واضربه وتقول له انت ليه انا هطلع اقول له بنفسي اسعد سعاد مش فاكرني طبعا تمام يا فندم كنا مع بعض في الجيش كنت الشاويش بتاعي عدول عادل عايز اعرفك باجمل واشيك واظرف بنت في مصر خطيبتي اهلا وسهلا يا فندم تشرفنا اهلا بحضرتك قريت اعلانات عن المطعم دخلت على النت عرفت ان انت صاحب المطعم والله يا عدول فرصه سعيده جدا فرصه سعيده جدا يا عدول خصم ايه بقى وبتاع ايه ما انت عازمني لا لا والله العظيم لا ما تزعلش نفسك مره جاي اعمل خصم مره جاي اعمل خصم والله ما انا دافع طب وديني ما انا دافع ما تزعلش نفسك ابدا زعل نفسي ليه ما خلاص حلو قوي المطعم ها شيك قوي فعلا يا سعادتي المكان هنا يجنن يجنن فعلا ايه رايك نعمل فرحنا هنا وهو عدول موجود وهيعمل لنا خصم ده اذا رضي ياخد فلوس اساسا ما تقعد عدول واقف ليه ما تقعد معانا نشرب حاجه اقعد اشرب حاجه لا خد راحتكم انما بصراحه يعني الواحد شوف المطعم بعيد لغايه فين ويطلع في الاخر صاحب المطعم يعني اعز اصدقائي عدي ده كان اعز اصدقائي
تاني ناكل بقى. يا متر قوم يا فندم. بص يا سيدي، انا يعني انا كنت طالب اشرب حاجه، بس بقى طالما ايه طلع المطعم ده تبعنا ناكل بقى. اجيب لحضرتك؟ لا لا تعالى هنا. لا مين يا راجل؟ تعالى هنا، انا عايزك تعمل لي مجرومه محاشي. اتفضل يا سيدي، صاحبك اللي بره مش عاوز يدفع. اعمله يا سيدي ضيافه، اهي بلاوي تتحدف علينا. قال كان معايا في الجيش. قال كان معاك انت، انا ذنبي ايه اجامله واخصم من نسبتي؟ عادل بيه، واحد عايز يعمل ساعات. تلاقيه واحد برضو من اللي كانوا معاك في الجيش. ما انا لسه اهو بضيف واحد منهم، هضيف الكتيبه كلها. انتوا هتسيبوني واقف على الباب ولا ايه؟ يا واد يا عدوله، ده كان زميلك في جيش عرابي. قوم يا واد خش في حضني يا ابن العفريت. انت هتستعبط؟ عمك حموده يا ولا حموده. عم 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 حمولة مين؟ ما انتوا كده يا ولاد الايام دي، لما ربنا يفتح عليكم ويكرمكم بتنسوا اهاليكم واللي ربوكوا. والله كبرت يا عدولة، بقيت كبيرة. اسمح لي بس حضرتك كده نورني كده وفكرني بالراحة. حضرتك مين بالظبط؟ عمك حمودة. هفكرك بس ايه؟ ابعت هاتلي فنجان قهوة في الأول. لا لو سمحت انا افضل تفكرني قبل ما اجيب لك الاكل. اوه انت طالع بخيل زي ابوك الله يرحمه. ابوك الله يرحمه كان بخيل. ما هو المثل بيقول الساعة الدعم ابوه يطلع الواد زي ابوه. ابوك الله يرحمه كان بيقوم من نجمة يعمل قدرة الفول ويقف بيها على رصية الحارة في عبديه. الساعة 7 يكون شطم وربنا اكرم. عم حمودة افتكرتك يا عم حمودة، ما انت كنت بتاكل نص قدرة الفل لوحدك يا عم حمودة. عمك حمودة يا نجات، روح هات له قهوة. ايوه بص يا ابراهيم اللي موقفك لغاية دلوقتي، روح شوف شغلك. حاضر يا فندم. انا عزيتك في حمودة ده من 4 شهور، بعت لك تلغراف في ايطاليا لما كان وقع في بلاعة. مش هو؟ لا مش هو، ده خد توأم. روح هات القهوة يلا. اهلا اهلا يا عم حمودة. اهلا بيك. ها طمني اخبارك ايه؟ هتأكلني ايه؟ الله ما شاء الله، الاكل بتاعكم باين عليه جميل جدا. بقول لك ايه، انا حاجي هنا على طول اتغدى واتعشى. ما تيجي على الفطار كمان، احنا بنفتح بدري. تعالى انبسط مع كله مجانا. تنوريني طبعا يا خالتي، ده مطعم مطعمك. هو انا اقدر اقول لا؟ ولاد وجوزها كمان جايين. مين؟ اعتماد ومعتماد جارتكم جايين؟ طب ليه يا خالتي؟ انت مش طالبه مني ان احنا نقعد قعده عائليه عندي في المطعم؟ اعتماد نفسيتها تعبانه وعاوزين تخرجوها؟ ماشي يا خالتي. اهلا بيكوا يا خالتي، انا في انتظاركوا يا خالتي. مع السلامه يا خالتي. ايه اللي بيحصل؟ في ايه؟ مصر كلها عاوزه تاكل عندي في المطعم ببلاش؟ لا ما ينفعش، انا لازم اواجه الناس دي، لازم اقول لهم اللي هيدفع راح يقعد واللي ما يدفعش يبعد. هو ده النظام، التكية دي لازم تتقفل. برافو يا عادل، هو ده. الناس دي ما ينفعش معاها غير اسلوب المواجهة. فعلا انا لازم اواجههم، مش هسكت على ده ابدا. فاتيك اتفضل يا زيد، كل دول بتوع سي حمودة بتاعك. الراجل ده هيجنني، الراجل ده انا مش عاوز اتكلم معاه ناشف لا يتكسر في ايدي. ده بياكل ويفطر ويتعشى ويشرب هنا في المحل، ده من ناقص يدخل يستحمى. الراجل فاتورته وصلت اكتر من 600 جنيه، ده محتل المحل. ايه انت قلت يا نجاتي؟ محتل فعلا.
اللي احنا فيه ده احتلال. المجاملة بتؤدي الى التسيب والتفريط ثم الاحتلال. ايوه احتلال يا نجاتي. انا عملت مع الناس اللي بره دي زي ما عمل الخليل وسعيد مع فرديناند ليسيبس لما اداه امتياز قناة السويس. انا اديت للناس اللي بره دي امتياز الاكل في المطعم وبدون مقابل. وناوى على ايه؟ هتأممه؟ انا خايف أممه يا نجاتي، يعملوا عدوان ثلاثي على المطعم. طبعا اسعد وحموده وشله الجواله. اسمع يا نجاتي، انا لازم اجبر الناس دي على الجلاء. انا رسمت خطه ولازم ننفذها. تمام يا فندم. لو سمحتم، لو سمحتم أرجوكم الهدوء لحظات، لأن في كلام مهم الحقيقة عاوز أقولكم. أنتوا نورتم وشرفتم مطعم تشيتر، وأرجو أن يكون المطعم عجبكم والأكل كمان عجبكم. الحقيقة أنا كان نفسي ما تحرمش منكم أبدا أبدا، وأفضل معاكم طول العمر، لكن ظروف خاصة بيا، ظروف خارجة عن إرادتي، اضطريت أبيع المطعم لشخص آخر، والشخص ده من دلوقتي هيبقى المسؤول الأول والأخير عن هذا المطعم. أستودعكم الله. أهلاً إدارة مطعم تشيتوتو الجديدة، ترحب بكم واحد واحد. مبسوطين؟ جداً جداً. الأكل عجبكم؟ خالص خالص. الخدمة كويسة؟ جداً جداً. أقدم لكم نفسي، أنا النجاتي ابن أبي سفيان الشرنوبي. أحب أقول لكم عشان خاطركم أنا اشتريت المطعم ده لراحتكم، بس أحب أقول لكم منهجي في إدارة هذا المطعم تختلف عن منهج عادل بيه، وكل عصر وله منهجه. أمر مولاي. كل واحد فيكم لو بص على الترابيزة قدامه هيلاقي مصباح علاء الدين. تفتح المصباح هتلاقي ورقة، الورقة دي فيها حاجة مهمة جدا جدا أول مرة تشوفوها، اللي هي الفاتورة، يعني تاكل وتدفع، تاخد الفاتورة وتحط بدلها فلوس الأكل اللي كلته. وجزاكم الله كل خير، ويا دار ما دخلك شر، يا مصارير شوفوا شغلكم. نظامنا هنا يا حضرات كاش إن أدفانس بالإنجليزي، بالفرنساوي كاتشو إن أدفانسو، بالطلياني كدرانش إت أدفانرانش، بالألماني كنديش أدفانتيش، يعني تدفع وبعدين تاكل. يعني عشان تدفعوا لازم اجيب لكم مسرور؟ اكسكيوز مي. خير يا نجاتي، شايف؟ ها
بعد الغلة قصدي بعد الإيراد. لا ده نادر، ابن عمك طلب شاي ودفعته ثمنه بالبقشيش كمان. برافو عليك يا نجاتي، اهو هو ده الشغل ولا بلاش. أنا مش قادر أصدق. في إيه اللي بيحصل؟ لا دي أكيد مؤامرة. معقول سبع أيام بلياليهم مفيش زبون واحد يدخل المطعم؟ قرب قرب قرب. كوبايه التيشيرتات لضرب الاسعار، وجبه كامله ب 25 جنيه، فرخه هديه لكل زبون. قرب قرب قرب. تعالى يا بيه اتفضل يا عانم. شايف خيال زبون، مش عارف اما هشوف الزبون جاي هعمل ايه، هقطعه بسناني. يا رب ابعت يا رب ابعت. ده عيله بحالها جايه، ما هي لما تفرج تفرج من وسع. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نشيد استقبال الزبون. أهلاً 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 بعز الزباين. أهلاً 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 بعز الزباين. أهلاً شرفتينا. أهلاً شرفتينا. أهلاً يا إخواننا جعان، يا إخواننا أنا واقع. وإحنا كمان واقعين. اتفضل 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 ساعتك. اتفضل اتفضل. خطفوا. العصير يا فندم، حته الجاتو، كوبايه الميه. ايه ده ايه ده كله ده يا فندم؟ كل بالهنا والشفا، سعادتك محتاج تغذيه. ده انت مفيش راس وعصايه وطلع عليها جزمه يا فندم. كل ما تستخسرش في نفسك. طب فين الشاليمو؟ ام سوري. سعادتك بالظبط 76. الاكل ايه بقى؟ اكل ايه؟ اكل ايه؟ اوعى الاكل يكون عندهم كله بالمنظر ده اكس لارج. مش للدرجات دي يا فندم. طيب هات لي ام علي. ام علي في ايه؟ في ايه؟ الحقيقه يا فندم مش عارف اذا كان المكان هيساع ام علي ولا لا. انا افضل سعادتك تروح لها بنفسك. كان يوم اسود ومنيل لما قلنا ان احنا نيجي نتغدى في المطعم ده. اوف افتكرت لها سوسن، احنا طلبنا لك اكل. عملت حادثه بالعربيه قدام المطعم، واحد فقير رزيل خبط لي العربيه ونزل كمان يشتم. كمان يشتمك؟ ما خدتوش على اسم ليه بقى ان شاء الله؟ ومين هيصلحها ان شاء الله يا ست هانم؟ هو الله يصلحها طبعا، وجزمته في رقبته، وهيدفع تعويض كبير كمان ليها عشان اهانتها قدام الناس في الشارع. ده انا هودهولك في داهيه. رقم العربيه كام؟ اهي متنيله واقفه قدام المطعم اهي. وسبتيه يمشي ليه؟ هنجيبه منين دلوقتي؟ مساء الخير. بون ابيتيت. لصالح هو ده اللي خبط لي العربيه يا صالح؟ هو ده. طب انا هقول لحضرتك حاجه، انا على فكره كان زمان لي عضلات كده بس ما مشيتش معايا. لا اتفضلت عليك يا عادل بيه. الحمد لله على سلامتك يا باشا. بس ما شاء الله سعادتك زي القصار. وليكوا عين، ليكوا عين يا جبروتكوا، تسيبوهم يهرسوا فيا ومحدش يحوش عني؟ عليا النعمة يا باشا، أنا لو كنت جيت كان زمان الناس دي كلها فش، إنما ما كنتش فاضي، إيديا كان فيها بصل وتوم. وأنا بصراحة جريت أجيب الإسعاف. ده اللي قدرتوا عليه، فالحين بس آخر الشهر تيجوا تلهفوا المهاية. شوفوا، أنتوا كلكوا مرفودين، وعلى رأسكم الشيب بتاعكم سينجاتي. لا
ليه يا عادل بيه؟ ده احنا سايبينه بيعيط في المطعم، ده بيحبك. حب وبرص وعشرة قرص، والغاية بقى ان شاء الله ما اجي وادبكم الادب الكامل المطعم هيفضل مقفول. انت بتقبض يا مرتب يا نسبة. طب ايه رأيك بقى من النهاردة مفيش مرتب ومفيش نسبة، لان بحساب المكسب والخسارة انت نسبتك خسرانة 15,000 جنيه. عاوز ادهم لي بقى دلوقتي. منين يا ابي؟ هو انا حكيت حاجة؟ انا ما قبضتش الشهر اللي فات. وهقبضك منين يا اخويا انت ولا هما؟ ما انتوا نايمين في العسل. ده انا هعمل لكم مكافأة، هجيب مخدة لكل موظف علشان ينام مستريح. تقدر تقول لي يا أستاذ مطعم طويل عريض لوجهة كبيرة على الشارع ما يشتغلش ليه؟ السلام الخدمة يا أستاذ. لو سمحت على البيئة ممكن أدافع عن نفسي. هتدافع؟ ما انت نمت واستريحت وحلمت وقايم لي فايق بقى وهتغرد. بصراحة يا عادل بيه أنا فعلا كنت نايم ومريح شوية، إنما كلامك فوقني. ظاهرة اختفاء الزبون من المحل بهذه الصورة ظاهرة لابد أن تدرس. احنا كنا شغالين نار يا ناس، ما كانش فيه ولا كرسي فاضي في المطعم، ما كناش ملحقين من الزباين. فجأة باح ولا زبون. راحوا فين الزباين؟ ما تسأل نفسك. واسأل روحك قبل ما تسأل نفسك ايه غيرني. وانا سكت يا باشا، انا بلغت البوليس. مش كده بس، انا بعت الصور كل الزبائن في القناه الثالثه برنامج المفقودين، ونزل صورهم ان شاء الله. وبعت كمان ايه، بعت نزلت اعلان في الجورنال: ايها الزبون الحبيب عد الى مطعمك. هبل رسمي يا استاذ. قبل ما تعمل اعلان علشان تدور على زبونك وترجعه اسال روحك الزبون طفش ليه. انا بعامل الزباين منتهى الاحترام، مش كده؟ اولادنا كلهم قمه الذوق وقمه الادب في معامله الزباين. خلاص ده كلام بقى قديم عفى عليه الزمن. احنا لازم نغير سياستنا، احنا لازم نغير معالم هذا المطعم والاسلوب اللي بنعامل به الزباين. باشا مطعمنا مشهور باحلى واشيك سيرفيس في البلد كلها. ها انت ما بقتش فاهم. ما هو الصح دايما ما بقى الصح يا نجاتي، احيانا كتير الصح بيبقى غلط والغلط بيبقى هو الصح. انا عملت تور سياحي على بعض الاماكن الغريبه اللي بتقدم اكل الايام دي، لقيت زباينا واقفين طوابير بشوفهم وانا قلبي بيتقطع، وانتوا هنا نايمين في العسل. زباينا واقفين طوابير في مكان تاني وبياكلوا؟ دي خيانه. جبت اساميهم؟ اساميهم انت ايه راخر يا نجاتي؟ المهم ان انا عرفت ان زبايننا ليه سابونا وراحوا حته تانيه، لانهم لقوا هناك اللي مش لاقيينه عندنا. الوحاشه بقت هي الموضه. الناس خلاص اختلفت، مزاجها اختلف، ذوقها اختلف، بقت تسمع اغاني مختلفه. الناس يا نجاتي زمان كانت بتسمع ليلى مراد، دلوقتي بتسمع ام وقف وانت بتكلمني. حاضر يا فندم. يا ابني دي غنوه الناس بتغنيها. في غنوه اسمها ام وقف؟ ايوه. مش معقول لك انت نايم على ودانك؟ خلاص الزبون اتغير، واحنا لازم نغير مطعمنا ونساير العصر.
نرجع بقى نقول الزبون على حق؟ لا لا يا نجاتي، الزبون دلوقتي بقى على باطل، واحنا كمان لازم نبقى على باطل زي الزبون. على باطل؟ على باطل يا نجاتي، ويا اما ننجح يا اما نقفل المطعم ده. معقوله نقفله؟ بس لا، احنا مش هنقفل المطعم، احنا هنطور نفسنا ونغير نفسنا ونعمل الحاجات اللي تساير العصر. ايوه بس اللي هي ايه؟ المطعم ده هيبقى ديرتي واحنا هنبقى ديرتي، ونعامل الزباين معامله ديرتي. شيتوتو؟ شيتوتو اسمه هيتغير، وهيبقى من النهارده بلاك روين، الخرابه السوداء. يا ابني ايه يا اسلام ده؟ ايه ده؟ طباق صيني وشوك وسكاكين فضه؟ الله، احنا هنطفش الزباين من اولها؟ اسمينا بس انا جت. والقله دي سليمه ليه؟ كده الجو كده جميل وعظيم. العيش البايت بقى اللي كنا بنقدمه للفراخ هنقدمه للزباين. المهم ان يبان قديم ومعفن قوي. حكايه العفن دي عايزه مجهود كبير قوي. انت ده ودود يا نجاة؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا نجاة ده؟ ما الجرسونات هيفضلوا بلبسهم المحنتف ده. لا يا راجل، معقوله؟ انا عامل لهم يونيفورم جديد قوي سربرايز، هيلبسوه يوم الافتتاح. والواد ابراهيم راح خد بشله في وشه عشان يبقى المتر. ايه الكائن الغريب اللي قاعد جنب البرميل ده وبيكح؟ انتوا فتحتوها للزباين؟ لا لا لا، ده مفاجأة بقى. انا لقيته قاعد تحت الكوبري يسب ويشتم والفاظ بذيئة. قلت الواد ده بقى ما يطلعش من ايدينا. انا كتكت، اسحب البنطلون وتعالى. ايوه ايوه، انا جاتي بيه. مالك الراجل ده عامل معاك لابش ولا ايه؟ ايه ده ايه ده؟ امسكوا يا نجاتي. كنت بعدين بقى، عيب، احنا متفقين. ماشي كلامك يا معلمه، يلا نجرب بقى اشوف شغل. طب انا تحت الكوبري اي لبش. ايه ده ايه ده نجاتي ده؟ ده باين عليه رد سكون. سنعدته بقى جرسون ليبرو عشان يلوش على الزباين. تحب تشوف المنيو الجديد؟ مال مال. اول حاجه هننزل واحد زفت كده مخصوص للزباين قبل الاكل. زفت 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 يعني؟ لا هو اسم ده كوكتيل بس اسمه كده في المنيو. هو عباره عن ميه ترشي معدنيه عليها شويه تمر هندي حامض، وبعدين شويه مكسبات طعم بقى واصانص عشان يدي ريحه البيض الفاسد. حلو قوي 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 يا نجاتي. اهم حاجه يا نجاتي المعامله. عاوز الولاد الجرسونات بتوعنا يسيئوا جدا معامله الزبون، على الله يكونوا استفادوا من الدوره التدريبيه اللي انا عملتها لهم. ايه اللي انت جايبانا فيه ده؟ انت حكيت لي عليه قلت نيجي نجرب. مرنم ما تبقيش خليها، يعني من بين كل الاماكن اللي رحناها في مصر هو ده اللي عجبك؟ زهقت يا وائل، عايزه مكان جديد. طيب ما بقتش طالبه ديسكوتاكس وبابز والحاجات اللي بنروحها. اف ملل، ده منظره بيئه. هو ده المطلوب، تعالى بس نجرب. وحياتي وحياتي، نجرب ايه نجرب ايه؟ هنقعد في خرابه؟ اصحابي قالوا لي عليه ما تبقيش غتيبه يا ولدي. بليز بليز بليز. الله، حلو موت. روش طحن. شفت الزحمه؟ شو قلت لك؟ جو هنا يجنن، اتموسفير يهبل يا مامي. شايف الجرسونات بيبصوا لنا ازاي؟ الا ما في حد عبرنا. يا عم انت بتبسسوا ليه؟ بتبسسوا ليه؟ مفكروا كلب ولا قطه قدامك عشان تبسبس له؟ ايه يا عم انت شويه مالك؟ ده انت هتغشم عليا هتغشم عليا. بس 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 انت كنت بتحاسبني. بس في ايه يا عم؟ بتلخص، عايز ايه في يومك اللي مش فايت؟ عايزين ناكل. ما انت جاي تاكل وما انت جاي السينما. شوفهم يدفعوا ايه يا سعيد؟ اوعى كده. امسك المنيا اهو، ولو كان اهاليك علموك هروب هشوف طلبات لك دعمينكم واجيلكم. والله دمهم خفيف موت. ايه ده ايه ده؟ بتضحك على ايه يا عم ستك؟ حلوه عن ستك بس اسمعي. خلاص
خلاص بقى يا مرنان. عايزين 2 مكرونه بولونيز وفيليه و2 فيليه. ولازم الفيلم اللي انت عامله ده ما تقول كده من الصبح. يلا 2 زفت و2 قطران و1 زباله دوب. لا يا متر، احنا طالبين 2 مكرونه بولونيز و2 فيليه و يطلب ايه وطالبين ايه؟ هو ياكلكم على مساكوا وانت بقى تحط لسانك في بقك وتسكتي. انتوا لا عارفين تاكلوا ولا اهلكوا علموكوا ازاي تاكلوا. الاكل اللي غيركوا تاكلوه وتدفعوا البقشيش وبس، ولا ايه؟ خلاص اللي تجيبه تجيبه. عجبك الاكل يا ند؟ هو سترو ده عالم مجانين رسمي. بس والله صرفوا فكرتهم تجعل. بس عالم مجانين زي هتقولها. الو، هاي يا شوشات، ازيك؟ سمعت عن المطعم اللي بيغشموا فيه على الزباين؟ ايوه، برافو عليكي، الخرابه السوداء. لا مش لوحدي، معايا اولى انا. ايه يا عم انت، مفيش اسف حتى؟ ضاربين موت بس ستايل تحت. فكره هايله ومطرقعه يا عادل بيه. الزباين مليين المطعم ومش عايزين يمشوا. طب والولاد الكرشمات عاملين مع الزباين ايه؟ منتهى قلة الأدب والزفالة، ما وردتش على جرسوم في تاريخ المطاعم. عشان تعرف الدورة التدريبية اللي عملتها لهم عملت ايه فيهم. عايزين ناكل، عايزين ناكل. محشي؟ في محشي، اغرف لك ولا امشي؟ مية مية. يالا كل على مهلك. يالا ما تاكلوش في بيوتكم، كل في اخر زيتك. يالا على مهلك، على مهلك. والمواعين دي مين اللي كل فيها؟ مش انتوا؟ ومضيها بنفسك وحطها في الدش واشر، ولا هنغسل وراكم كمان. شغلتي هنا صايح صايح. الحيوان ده هو بيهزقني انا هنا جاتي. مين كتكو ده؟ طيب ومعفن، وبعدين الراجل شاف شغله اهو. بقول لك ايه، شد حيلك، ترابيزه 7 عريس وعروسه عايزين يحلوا وعايزين فواكه، طالبين 2 فاروق صلاح. هات لهم كيسين زباله. يلا كيسين زباله، بقول لك بيهزقني. عادل بيه ده ازفت واسفل جرسون عندنا. انت عارف ان في زباين بيطلبوه بالطلب عشان يخدم عليهم ويهزقهم؟ ما هي قله ادب دي اللي مخلينا ماسكين فيه بايدينا واسناننا. لا 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 يا نجاتي، انا ما بقتش قادر استحمل السفاله اللي بتحصل في المطعم. احنا قلنا لهم يقلوا ادبهم على الزباين مش علينا. الولد ده لازم ينطرد فورا. انت حمار يالا. لساني خد على قلة الأدب من كتر الشغل. وبعدين ساعتك عارف ما احنا كنا بنتعامل بمنتهى الأدب ومنتهى الذوق، ما حدش عبرنا. لأن الصياعة وقلة الأدب هي اللي ماشية. ربنا فرجها علينا. هنتبطر بقى على النعمة. أقول لك إيه، حياة أمك إيه؟ سوري سينكيوز مي قصدي حياة مامتك. إهدى وخلينا ناكل عيش. نجاتي. إزاي يا نجاتي؟ إن الصياعه على كبر صعبه شويه. ولا صعب ولا حاجه، كل الحكايه انك تتروشن شويه. العرق يسوس، العرق يسوس، العرق يسوس، العرق يسوس، العرق يسوس الحامض، العرق يسوس الحامض. ايه ده؟ ايه اللي فندي اللي جاي عزه ميت ده؟ مغزى يا فندي، هنا الخرابه مش عمر مكرم. انا مش جاي عزه حد، انا جاي اكل. مش هنا مطعم برضو؟ بسم الله ما شاء الله. بقول لك امسك دول بقى كده عشان المؤاخذه بقى عليا ليله طويله.
يعني انت جاي تاكل ولابس لي بدله وزكيت ومتقنتك فيها على الاخر؟ ايه ده؟ ايه الخنيه اللي انت خانقها؟ ايه الخنيه دي؟ ايه رايك؟ ايه ده؟ ايه ده اللي بتعمله يا مجنون ده؟ يلا كركت، الزبون ده مضايقك في حاجه ولا مؤاخذه؟ مش عاوز ياخد بادب. ادب ايه يا عمنا؟ لا احنا هنا مش بتوع ادب، لا مؤاخذه تتهزق وانت ساكت. وديني وايماني لوريكم كلكم. تورينا احنا؟ اعبطوني. اي والله انا شمع لكم بالشمالات، انا مفتش السياحه. سيبوه. انا مهرج يا نادر بيه. قرب 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 كل انواع الكبده. ايه بقى اسكندراني منو في شيتوتو؟ كبده شيتوتو لعلي العوض. ايه بقى؟ ماشي حبيبي، حلوه عجبتك؟ ما شاء الله، حط اتنين بقى منوفي على حسابه. وين عملت ايه مع بتوع السياحة؟ دخت دخت يا نجاتي دخت. بصت على دماغ الراجل وعلى ايده علشان يلغي قرار الاغلاق، مرضيش. انا برضو كمان زودناها قوي يا اخي، قعد تعبط في الراجل تعبط. مش دي افكارك يا سيدي؟ هو كان باين عليه انه راجل مش ديرتي وعمره ما هيقبل المعاملة ديرتي. اهو ربنا سهل بقى، في الاخر قدمت له التماس انه يخلي قرار الاغلاق قرار مؤقت. يعني انت مش لغيته؟ عندنا كبده تجن. لغيته واديته المعلوم ونيمت الموضوع؟ بقول لك مش ديرتي، الراجل مش ديرتي، ده اداني درس في الاخلاق. قال لي مش عيب عليكم تبقوا ناس ناضجين بالشكل ده وتدفعوا الشباب الصغير انه يعمل حاجات بطاله زي اللي كانوا بيعملوها في المطعم. هات من الاخر خلصنا. يعني هنفتح المطعم ولا هنشوف لنا شغلانه تانيه وعليه العوض في السته من 10%؟ مطاعم تشيتوتو بتقدم لكم نصيحة مهمة جدا. الأكل ضار جدا بالصحة، والمطعم غير مسؤول عن الآثار المضرة للأكل. فالأكل الصحي موجود عندكم في المنيو، والأكل المضر بالصحة موجود برضو عندكم في المنيو، فالزبون يختار الأكل اللي يعجبه. أيها الزبون، عقلك في راسك تعرف خلاص.